جات دروع ما عاد جا جاس 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 از كامن حتى كونتراك ما تقدر تسوي تاخذ فلوس ترى ما باقي واقف راح على هاي مال الطلقات ثاني هاي بوينت واحد ورانا انا لا لا كيف 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 اكو بعد واحد ما ترى عجبه هناك ظلموني قلت لك ما عندي دروعه خرا دماغ زي كذا ايش طلع يا بطل كان اكو خناص عليه من تك جنكيس عليه من تك سموه يجوز طابل الغاز يعني؟ ما شانا قادم درع ذولا قوي؟ لا يعني عنده واحد اخذته يعني لا ما طيب جنكيز ما عنده درع تعال نزلني سلوان يلا اسال عندك عصرتك 4000 عندي 4000 شباب بس قلنا اسلح عرفت اسلح؟ اه اسلح انا انا متى تسمع سمع انا شوف بابا يقدر ينزلك ببلاش ما اعتقد اي من الباي يا تي خليه يجيلي اذا تقدر تدفع عليه يا ولد كاكو سيارة على الشارع قبالك دروعة خرب القوات هاك تعال اصعد على هذا الجبل اعتقد انت هم جواك يعني بالبحر معقولة؟ ماخذين هواية نو؟ تيمين كاملة تفاك وين؟ بالقارب؟ هياته نايس هلا خوش خلنا صادر صاحبه ورا خوش مكان هاي هذول اثنين الله دلقت بيهم جيكيس الله اوه شيت باقي اثنين وين باقي يمكن بالسفينة؟ لا يمكن شاء الله من صفحتي؟ السفينة اللي على اليسار تبعتها بالقمر سوي البينك اتس اوكي انتم مسيطرين بس لا اخوانا دفاعكم اللي غافلكم حلو نايس بقى واحد؟ بقى واحد جواكم يمكن ايه ناس ما اعتقد انا دباكم يغفلكم من يمي البانزر يانا جو يمي طقيت الدروع على القواد هلا حسن بس والله قبل تطلع قطم اخر شيء 16 هذا خلاص 16 كيلو واو اخر شيء يعني ماكو هذا غير قناص القواد لعد طرف عرضه القناص شنو عليك العادي؟ ما العادي لقطهم بلا حراري وسوالف زيرو ريكورد والله بالقوة مكسر سرفايفر يا ساسن